حبايب الطلاب السادس الاعدادي الابطال، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله بهذه المحاضره راح نبلش بالجزء الثاني من الادب. طلاب، الجزء الاول اخذناه قبل نصف السنه، اللي هو كان عباره عن حياه محمد خضير والارجوحه، اللي هي القصه القصيره اللي كتبها محمد خضير. اليوم ان شاء الله راح نبلش بالجزء الثاني. الجزء الثاني من حيتكون؟ حيتكون من حياه كاثرين مانسفيلد، وحيتكون منين؟ من الكناري، قصه الكناري اللي كتبتها هي كاثرين اصلا، كاثرين مانسفيلد. طبعا المخطط كله موجود بالمحاضره الاولى من الادب. انا مخطط لك اياه، قايل لك اياه انه عندنا قصص اثنين، اللي هي الارجوحه والكناري. الارجوحه من كتبها؟ كتبها محمد خضير. الكناري من كتبتها؟ كتبتها كاثرين مانسفيلد. احنا بالجزء الاول من شرحنا حياه محمد خضير والقصه مالته اللي هي الارجوحه. قبل نصف السنه شرحنا الجزء الاول، اوكي. هسه الجزء الثاني ايش راح نشرح؟ راح نشرح حياه كاثرين مانسفيلد والقصه مالته اللي هي قصه الكناري. بس ذني اثنين عندك، ما عندك غيرهم بعد. فانت راح تلقى ثلاث محاضرات. هاي المحاضره الاولى، يعني قصدي ثلاث محاضرات بالجزء الثاني. محاضره هاي راح نشرح بها حياه كاثرين مانسفيلد، ويتبقى عندنا بالادب محاضرتين. محاضرتين اثنين راح يكونوا للكناري، لان الكناري شويه بيها وايد سوالف، فلازم نسويها محاضرتين مو محاضره واحده. اوكي يا طلاب. فمبدئيا هذا الشرح او هاي المحاضرات كلها راح تلقاها قائمه تشغيل، اسمها قائمه تشغيل الادب. اوكي، الادب الخاص بدفعه 2024، كل هذا الشرح تلقاه هناك. اوكي يا طلاب، تروح للقائمه تقرا الادب بشكل كامل هناك، تكمل القائمه كلها راح تحصل 10 درجات من امتحان الوزاره. يعني ايش كم محاضره راح تلقى انت هناك؟ راح تلقى 6 محاضرات. هاي المحاضره الرابعه، بعد لك محاضرتين اللي هي محاضرات خاصه بالكناري. حتى لا اتاخر عليك وناخذ وقتك هوايه، خلينا نبلش. طلاب، حياه كاثرين مانسفيلد. هاي كاثرين مانسفيلد شنو؟ كاتبة عصرية مشهورة. طبعا انا حطيت لك الحكي الموجود بالكتاب خاطر تحفظه وتفهمه هنا، افضل ما تاخذ بس الاسئلة الوزارية تقراها، ومن يجيك سؤال خارج الوزاريات انت تبقى تصفن. فانا جبت لك اياها مال الكتاب كله، يعني الحكي الموجود بالكتاب حتى نترجمه وناخذ عليه الاسئلة مالته. نقول بسم الله ونبلش. طلاب، اول شيء يقول لك بورن. كلمة بورن مهمة كلش، معناها ولادة. هنا اكيد هو راح يسال على مكان الولاده، حيسال على الوقت اللي ولدت به، فحيقول لك يابا ولدت بعام 1888. هذا رقم كلش حلو ولطيف. الوقت اللي ولدت به من هي؟ كاثرين مانسفيلد. طبعا احنا ابو محمد خضير سميناه ابو جاسم. هاي كاثرين مانسفيلد شن دلعها؟ سميها كافي. اوكي؟ شو سميها؟ سميها كافي. كيفك تشي تدلعها كاثرين؟ كاثرونه؟ كيفك يعني؟ تشي تدلعها دلعها. المهم يعني حتى تحفظها. فكاثي شو وقت ولدت؟ ولدت بعام 1888. اوكي؟ بلد اسمه نيوزلند. نيوزلند. بعام 1888. طبعا هذا تجيك فراغات ممكن. ممكن تجيك صح وخطأ، ممكن تجيك اختيارات، ممكن هو يسأل يقول لك وين ولدت وشو وقت ولدت. كل هالأسئلة محتمل عليه، فأنت تحفظ سطر كليته. تقول لي يابا كاثرين مانسفيلد ولدت عام 1888 في بلد اسمه نيوزلند. اوكي؟ هاي كاثرين مانسفيلد شنو؟ The third of five children in a wealthy family. كاثرين مانسفيلد هي الطفلة الثالثة أو الطفل الثالث، يعني البنت الثالثة أو الطفلة الثالثة من عائلة مكونة من 5 أطفال. يعني دول عندهم 5 أطفال، هاي كاثرين هي الثالثة بيهم. يعني لا الأولى ولا الثانية ولا الرابعة ولا الخامسة، لا الثالثة. من هي؟ كاثرين مانسفيلد. فكاثرين إذا قل لك ترتيبها بالعائلة تقول له الثالثة. عائلتهم شنو يا طلاب؟ ويلثي، عائلة غنية، ويلثي فاميلي. فتقول له احفظ كلمة ثيرد واحفظ كلمة ويلثي، كلش مهمة. عائلة مكونة من كم طفل؟ 5 أطفال. كاثرين مانسفيلد من هي؟ الثالثة. أوكي، كاثرين مانسفيلد شنو؟ الثالثة من هاي العائلة مكونة من 5 أطفال. أوكي، عائلتهم شنو؟ بور لو ويلثي. طبعا كلمة بور معناها فقيرة، عائلة فقيرة، لا هنا تقول له ويلثي فاميلي، عائلة غنية. اوكي، فلازم تحفظها هذه. موفت تو لندن، انتقلت الى لندن ان 1903، ان 1903، عام 1903، 1903، to study music at Queen's College، حتى تدرس الموسيقى. حتى شنو؟ تدرس الموسيقى. يعني اذا راح يقول لك سؤال
يقول لك ليش انتقلت تبع لندن هي ومو جايب نيوزيلندا، ليش راحت لندن لعد بعام 1903؟ شو تقول له؟ تقول له تو ستادي ميوزك، حتى تدرس الموسيقى، ات كوينز كولج، في كلية الملكة او جامعة الملكة. هنا أنا راح يجيب لك سؤال يقول لك ليش انتقلت بعام 1903 الى لندن؟ تقول له حتى تدرس الموسيقى بجامعة الملكة. هذا كلش مهم هذا السؤال، ليش؟ لماذا؟ ليش راحت؟ قل له منها جوابك تو ستادي، هذا الجواب منها يبلش الاخير. زين، became the editor of the college newspaper. بعدين هناك صارت هي شنو صارت؟ صارت editor، محررة، وين؟ جرائد الكلية أو بجريدة الجامعة. صارت شنو؟ editor، editor محررة، بس هاي الكلمة احفظها وكافي، ما أريد عندك شيء ثاني. صارت هناك دلا صارت editor. traveled around Europe، بلشت تسافر حول أوروبا between 1903 and 1906. traveled around Europe يعني قامت تسافر حول أوروبا بين عام 1903 and 1906. بهاي الفترة راح يقول لك كانت تسوي كاثرين مانسفيلد، تقول له travel around Europe، سافر حول أوروبا. أوكي، طبعا هذا مو سؤال وزاري بس يعني ممكن يجيب لك يا احفظ بس السنوات أنت، يعني سنوات كلش مهم، ممكن تجيك فراغات. راح يقول لك مثلا كاثرين مانسفيلد traveled around Europe، كاثرين مانسفيلد سافرت حول أوروبا بين فراغ الفراغ. أنت تكتب السنة 1903 1906. هسا أنت نجي على السنوات. ب 1888 ولدت صاحبتنا كاثرين مانسفيلد. عام 1903 سافرت لندن. من 1903 حد 1906 بقت تفتر تسج بين الدول الأوروبية. أوكي زين، ب 1906 يعني بنهايتها returned، عادت إلى نيوزيلندا، غلب عليها الشوق والحنين، رجعت إلمن إلى نيوزيلندا. شو هسه تسافر من العراق بعدين ترجع العراق. and began، وبدأت to write short stories، وبدأت كتابة القصص القصيرة، وبدأ هجمان البيوت علينا. short stories قصص قصيرة. شو وقت بدأت كاثرين مانسفيلد تكتب القصص القصيرة؟ راح تقول لعام 1906. زين وين هي قامت تكتب؟ بلندن لو بنيوزلندا؟ أكيد لا، بنيوزلندا. بلشت تكتب القصص القصيرة. قلت لك احفظ السنوات فقط، احفظ الحكي اللي موجود بالكتاب، يعني هسه تقدر الأسئلة هاي قسم الأسئلة ما تأخذه، بس تقرأ ذني كلش كافي. زين، moved back to London، هاش طلعت هاي بعد سنتين رجعت إلى لندن. now a well-known modernist writer، وهسه هي بلندن صارت شنو يعني بلندن بهاي بورسنتين لما راحت لندن صارت شنو؟ صارت كاتبة عصرية مشهورة. يعني احنا قلنا ب 1906 كانت بش اسمه بنيوزيلندا، فكانت هناك بدأت تكتب قصص قصيرة. بعد سنتين راحت لندن بعد ما طقت وقام يجي فلوس من القصص القصيرة، راحت لندن بعد سنتين، هناك صارت كاتبة عصرية مشهورة. يعني شنو نقدر نقول هنا؟ طشت كاثرين مانسفيلد. فإذا قال لك من هي كاثرين مانسفيلد تقول له well known modernist writer. والله ما أعرف الأقلام اشترين يكتبين وأكتب بي، بس لما يوصلن بالتصوير ما قلم ما أعرف شو يصير بي، يقوم ما يكتب بالقوة. ليش يعني؟ شو السبب؟ برأيكم شو السبب؟ يعني سبب القلم؟ سبب ليش مرتبك من الكاميرا؟ والله ما أعرف، يعني مو أنا مرتبك، هو القلم أعتقد مرتبك من الكاميرا. هسا يكتب كل شيء ما بيه، بس لما نجي على التصوير ما أدري شو يصير بالقلم. ليش يعني؟ ايش فوق مشتري ب1000 دينار هذا يعني؟ يعني حرامات خسرت عليك 1000 دينار. زين، ان 1917 هسه خلصنا، نرجع نراجع من هي كاثرين مانسفيلد، كاتبه عصريه مشهوره. وين ولدت؟ نيوزيلندا. يا عام 1888 ممتاز. ترتيبها شنو بالاطفال بالعائله؟ ترتيبها الثالث. عائلتهم غنية لو فقيرة؟ أكيد غنية. شو وقت انتقلت لندن؟ عام 1903. ليش انتقلت لندن؟ حتى تدرس الموسيقى. وين؟ جامعة الملك. صارت هناك صارت المحررة. بين 1903 و 1906 كانت تسافر حول أوروبا. بنهاية 1906 رجعت إلى نيوزيلندا. بلشت تكتب شنو؟ قصص القصيرة. وين؟ نيوزيلندا. بعد سنتين راحت وين؟ رجعت إلى لندن مرة أخرى. صارت هناك بلندن صارت كاتبة عصرية مشهورة. عاش وعيشة سعيدة. هسا نجي نكمل هنا، هسا راح تخلصون معده. ب 1917 استاذ شو راح نخلص معده؟ انا راح اقول لك شلون. ب 1917 بهذا العام became ill with tuberculosis،
became ill معناها تمرضت. With بمرض اسمه tuberculosis. tuberculosis معناها مرض السل الرئوي. كلش مهم تحفظه. شوف ما يكتب والله. هسه لا أجيب دفتر والله العيب خارج التصوير يكتب. الله شاهد. ولا تردون أعطيكم حتى دليل عليه. يكتب بس ما يكتب. tuberculosis معناها مرض السل الرئوي. شو نسميه tuberculosis؟ يعني أنت ترجمة ما ترجم بعد. tuberculosis اسمه مرض السل الرئوي. tuberculosis أحفظها. مرض السل الرئوي. بيش تمرضت كاثرين مانسفيلد؟ بمرض السل الرئوي. يا عام 1917. حلو حلو. ب 1923 قلقنا هذا القلم والله يبدلك. تعال تنام. إيش والله شوي كي أفضل. أي زين. ب 1923 بهذا العام بالتحديد يا طلاب، يعني بعد 5 سنوات من المرض مالته. هسه احسب 1917 1923 قلت 5 سنوات، يعني بعد 5 سنوات دايت انقشرت ماتت خلصنا من عدها. دايت ان جانوري كانون الثاني عام 1923. يا عام 1923 ايش قد كان عمرها؟ كان عمرها 35 سنة. الله 35 سنة. تخيل يعني هاي لو باقي لحد 70 ما كان سوت هاي من طلايب. كانت ترسلت لك كتاب انجليزي كله قصص قصائد، يعني فشي كان حياتك صارت ورديه جدا. الحمد لله ما ماتت في هذا العمر. زين. died in January 1923 at the age of 35. يعني 35 سنه كان عمره. صار شلون 35؟ هسه راح نجي نحسبه من هذا العام لهذا العام. ايش قد من 1888 1923 35 سنة. أنا مو قابل رياض بس تحسبها بينك بين نفسك. ف died in January تقول له شو وقت ماتت؟ هو يقول له شو وقت ماتت؟ أنت حتقول له in January بكانون الثاني 1923 بعمر 35 سنة. هذا آخر سؤال راح نأخذه هنا. remains famous بقت مشهورة. ليش بقت مشهورة بعد ما هي ماتت عمرها 35؟ يعني صغيرة وماتت بس بقت مشهورة. كاثرين مانسفيلد كافي صاحبتنا for her collections بسبب مجموعة collections مجموعة القصائد والقصص القصيرة. بسبب مجموعتها من القصائد والقصص القصيرة كلش مهمة تحفظها. أكثر سؤال يجيك بالامتحان الوزاري هو هذا على حياة كافي. يقول لك سؤال ليش كاثرين مانسفيلد remain famous بقت مشهورة؟ تقول له بسبب مجموعتها من القصائد والقصص القصيرة. القصائد poems short stories قصص القصيرة. especially على سبيل المثال especially bless النعمة on the garden party وحفلة الحديقة. يعني bless and the garden party. bless معناها النعمة، garden party حفلة الحديقة. يعني تقدر تقول ذول يجيك ممكن فراغات ذول يعني اهم شيء ذول عندها اهم عمليا عندها bless and the garden party. اوكي شلون مثلا استقلنا البيست ورك لمحمد الخضير من كتبنا قلنا التحنيط والمملكه السوداء. هنا لا، هنا عندها بس اثنين bless and the garden party. واضح يعني الوركس مالتها احفظهن. الوركس مالتها الاعمال مالتها هاي اعمال مني اعمال كاثي كاثرين مانسفيلد. هسه نجي على الاسئله اللي خاصه بها. يا بيقول لك السؤال الأول where was she born؟ وين ولدت؟ where أين born ولدت؟ وين ولدت كاثرين مانسفيلد؟ تقول له she was born in New Zealand. أو طالب عجوزي بامتحان وزارة يكتب بس New Zealand، ها هي ماكو مشكلة بس تكتبها تأخذ درجتين أيضا. أوكي ولدت في نيوزيلندا. when was she born؟ وين معناها متى؟ يعني شو وقت ولدت؟ بيا سنة راح تقول له عام 1888. اوكي يا طلاب. السؤال الثالث يقول كاثرين مانسفيلد was born in 1888. سؤال ثالث شي يقول كاثرين مانسفيلد ولدت عام 1888 in نيوزيلند لو العراق. اجابها العراق هي. اكيد ايش راح تختار انت؟ راح تختار نيوزيلند. الرابع يقول كاثرين مانسفيلد was born in نيوزيلند. كاثرين مانسفيلد ولدت في نيوزيلند. طبعا هاي الاسئله الوزاريه كلها تعطيك اياها. كاثرين مانسفيلد ولدت بنيوزيلندا ترو لو فولس؟ اكيد ترو، يعني هي ولدت بنيوزيلندا قال ولدت تعال. بس مرات ممكن يقول لك كاثرين مانسفيلد ولدت ان عراق، ايش راح تقول انت؟ راح تقول له فولس اكيد. اي دوله اخرى غير نيوزيلندا تحط اكتب فولس. كاثرين مانسفيلد واز ذا ثيرد اوف فايف تشيلدرن
in a wealthy family لو poor family. أكيد راح تختار تشن هنا راح تختار wealthy family. كاثرين مانسفيلد came from جاءت كاثرين مانسفيلد من poor family عائلة فقيرة لو wealthy family عائلة غنية. أكيد wealthy family واضح. Why did Catherine Mansfield move to London in 1903؟ ليش Catherine Mansfield انتقلت إلى لندن بهذا العام؟ تقول له to study music at Queen's College حتى تدرس الموسيقى في جامعة أو كلية الملكة. حلو لهنا؟ حلو. Catherine Mansfield moved to London. Catherine Mansfield انتقلت إلى لندن. شوف هذا سؤال وزارة، شوف التفاهة بالوزارة شو يجمع الأسئلة بس باوع، شوف قد تافهين أسئلتهم كلش تافهة حرفيا، يعني عدرستين مساعدة هاي. كاثرين مانسفيلد موفت تو لندن، انتقلت إلى لندن إن 1903 تستدي فراغ آت كوينز كولج، يعني سؤال وزاري هذا تخيل علي درستين حتى شنو تستدي تدرس، ش تدرس فراغ؟ تدرس ميوزك أو راح تكتب له طب لو هندسة؟ لا راح تكتب له أكيد ميوزك. أوكي زين. هو Or what was Catherine Mansfield? من هي Catherine Mansfield؟ أو ما هي Catherine Mansfield؟ تقول له she was a well-known modernist writer. هي كاتبة عصرية مشهورة. She was a well-known modernist writer. كاتبة عصرية مشهورة. A well-known مشهورة أو معروفة. Modernist عصرية. يعني مو عصرونية بسكوت الشاي. لا حبيبي. عصرية يعني مواكبة التطور يعني حديثة. رايتر كاتبة عصرية مشهورة. أوكي يا طلاب زين. إن 1917 بهذا العام عام 1917 كاثرين مانسفيلد became ill with فراغ tuberculosis. شوف هنا جايب لك tuberculosis لو diabetes أو diabetes اللي هو مرض السكري. لا حبيب بيش مرضتي تمرضت مرض السلراوي. من اللي يتمرض بالدايبتيز؟ انت طالب سادس هسه واصل هاي المرحله تعرف الدايبتيز متمرض بيه؟ تعرف؟ طبعا ما تعرف الدايبتيز. خلص تكنيك وخلص انستغرام وستوريات ما اعرف شنو شت تعرف انت ما تعرفش. دايبتيز اللي هي من هي لطيفه اللي هي ام مصطفى تمرضت بهذا المرض. زين. When did Catherine Mansfield die؟ شو وقت ماتت كاثرين مانسفيلد؟ هذا الزمن ان جانيوري نقاط شو كاتب اي هنا اناني اه واحد سوري مو اي هنا يعني 1923 اوكي 1923 باو عاود تقول مثلا 19 و23 19 ايش قلت 19 23 23 يعني من تلفظ الأزمة إلا الأرقام مع السنوات مثلا أنت عندك 1822 مثلا خلينا نقول هيك شيء رقم هنا ما يحتاج تقول 1800 وتعب روحك جيب الرقم ونسويهن. أوكي هيش قسمهن قسمين هذه 18 18 فتقول 18 و22 إيش قلت 22 اوكي هيك تقدر يعني تقدر تحكي الفتره الزمنيه السنه يعني داحكي زين مو موضوعنا بس حتى تفهم شو وقت بهذا العام اللي هي at the age of 35 سنه كان عمرها بذاك الوقت اللي ماتت بيه. Why does Catherine Mansfield remain famous؟ ليش بقت كاثرين مانسفيلد مشهوره برايك يعني؟ فتقول له for her collections of poems and short stories بسبب قصصها القصيرة والقصائد مالتها especially فراغ and فراغ garden party رجعت له نادما garden party وحفلة الحديقة يعني ذلك ممكن يجبه كان فراغات انت من يقول لك يابا لماذا بقت كاثرين مانسفيلد مشهورة تكتب له منها لحد هنا كلش كافي بسبب قصائدها او مجموعة قصائدها وقصصها القصيرة بس مرات هو يقول لك يابا especially فراغ and فراغ انت راح تكتب له Bless in the garden party. ولهنا تنتهي عندك حياة كاثرين مانسفيلد. نشوفكم إن شاء الله بدروس أخرى محاضرات أخرى منهج السادس الإعدادي وفي أمان الله.